السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في فيديو جديد من فيديوهات قناة عبير عامر، أو خبر جديد من أخبار قناة عبير عامر. بس في البداية ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان كل جديد بعمله يوصل لحضراتكم. ما تنسوش تحطوا اللايك فضلا وليس أمرا، وتعالوا معنا على الخبر. حريق يشب في 3 منازل في قرية بأطفيح، والحماية المدنية تسيطر على النيران. خبر بيقول اشتعل حريق بثلاث منازل في قرية بأطفيح. تمكن الأهالي ورجال الحماية المدنية من محاصرة النيران وإخمادها، وحرر محضر بالواقعة طلة النيابة التحقيق. تلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغا يفيد بحريق بعقار في إحدى قرى أطفيح. انتقل رجال الحماية المدنية إلى محل الواقعة، وتبين أن النيران اشتعلت بعقار وامتدت لعقارين مجاورين. وتمكن أهالي القرية ورجال الحماية المدنية من محاصرة الحريق وإخماده دون إصابات. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وذكر شهود عيان أن سبب الحريق إشعال فرن لإعداد الخبز مما أدى لاشتعال الحريق، وحرر محضر بالواقعة وطالت النيابة التحقيق. إلى اللقاء في خبر جديد إن شاء الله من أخبار قناة عبير عامر. وبرضو ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتشيروا الفيديو، وما تنسوش تحطوا اللايك فضلا وليس أمرا. وإلى اللقاء.